بإدخال اتفاق المشاركة حيز النفاس، وما زلنا بشكل يومي نطور هذه العلاقات. أيضا صادرات مصر إلى سوق أوروبا من 500 مليون مستهلك تصدر دون دمار. الصحافة تميل للأرقام وتريد ماذا يؤدي هذا إلى أرقام. أدى إلى زيادة الصادرات المصرية في 2003 من 3 مليار دولار إلى 12 مليار دولار في سنة 2012. تضاعفت 4 مرات في 8 سنوات. الملف الثالث ومن أهم الملفات هو الملف العربي. نحن منفتحون على 18 دولة عربية نصدر إليها دون جمارك، ويا ليتنا نستغل هذا كمصريين وكرجال أعمال. وهذا أدى أيضا إلى أن العرب صاروا يمثلون 20% من تجارة مصر الخارجية. أوروبا تتصدر الحالة الاقتصادية في مصر بنسبة 40% تجارة واستثمارا، تليها الدول العربية التي قفزت على المركز.